مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا حلقه جديده، فيديو جديد ويا فيليب. اليوم عندنا لعبه سبينر اللي انخبصت الدنيا والعالم كله بيها. عندنا شغلتين راح نسويهن. اول شيء راح نسوي اقصى سرعه من يمشيها، مش كم دقيقه، راح نحسب عداد بالتليفون. وثاني مره راح نسوي تجربه السبينر، يعني يطخ بجسم الانسان، مثلا شي يسوي ايد، رجل، خشم، حلق، ما ادري. نبدا السباق. هيا خلينا نشوف ايش قد يطول. هذا العداد بصفه، هسه اتصال له 35 ثانية. راح يوصل دقيقة. بس هو طبعا من زمان جايبه ودهن مخلص، فاحتمال ما يوصل مثل ما اول جبته. اول ما جبته كان وصل 100 دقيقتين و15 ثانية. دقيقة وربع وثلث. ونص. دقيقتين إلا ربع. دقيقتين وصل. صح، وصل دقيقتين وربع، عبر الربع. دقيقتين لازم يوقف فدنو. دقيقتين ونص. يلا قول 3 دقائق الا ربع. وهسه نكمل الفيديو ونشوفكم الشغلة الثانية اللي قلت لكم عليها، نجربها على جسم الانسان، علي نشوف يأذي يجرح شخص او ما يجرح. يلا شباب، مثل ما قلت لكم راح نجرب السبينر على جسمي، راح نشوف راح يشق مثلا، يجرح ما يجرح، شو يسوي. اكو ناس سوت جميع التجارب سوت، وهسه انا راح اجرب على جسمي. نبدا نفره. شوف هاي كل السريع مثل ما شفتوا قبل شوية بالتوقيت. هسه راح نخليه على راسي. يا الله جرح لي شباب، مثل ما تشوفون. شوفوا هاي طلع حلي اذي طبعا. شوفوا راح اروح المستشفى. ان شاء الله عجبتكم الحلقة، اشوف شنو صار هنا. اخاف انكسر عظام، صار شيش، تعبت تعبت، اخ غير يأذي. راح اروح المستشفى هسه. ولا تنسون اللايك سبسكرايب بالقناة، يعني اشتراك في القناة، وانتظرونا بحلقة جديدة اذا طلع الصاحب من المستشفى. في امان الله.